على ذكرك يا دكتور ل 2017 وتبعات ما حدث في 2017 بعد الانفصال، بعد أن صوت سكان كردستان العراق بنسبة أكثر من 90% لو أتذكر 92% تقريبا على الانفصال عن الحكومة الاتحادية في بغداد. بعدها حكومة كردستان جمدت هذه النتيجة. هذا التجميد ماذا يعني؟ هل يعني أنه ذهب بلا رجعة أم يعني أنه يعود وقتما تريد الحكومة في كردستان أن تجعله يعود؟ طبعا كما تعلم يعني حكومة الإقليم منذ البداية وحتى في 1992 كانت يعني وجهة نظرها واستراتيجيتها هو التوافق وإيجاد حل وسط وحلول مشتركة مع الحكومة العراقية، ولا تزال هذه الاستراتيجية هي المتبعة لدينا في حكومة إقليم كردستان. هناك يعني أسباب قد دفعت بحكومة الإقليم وبالإقليم سابقا للتوجه مثل هذا التوجه، وكان التوجه أيضا قائما على حق تقرير مصير باعتباره حق من حقوق أي شعب يريد أن يصوت ويختار مصيره. ولكن في النهاية اعتبر الإقليم أن بغداد هو شريك استراتيجي وحيوي فيما يتعلق بحل كافة المشاكل، وتعتبر الحكومة في الإقليم أن الوصول إلى حلول قد هي ممكنة إذا اعتمدنا على الدستور. وأما فيما يتعلق بالاستفتاء كما قلت، الاستفتاء حدث وصوت الإقليم، وهذه بالنسبة للإقليم كانت نقلة نوعية فيما يتعلق بالتعبير عن حقوقه واختيار مصيره فيما يتعلق بمستقبله السياسي والاقتصادي. اليوم نحن نتحدث عن عراق فيدرالي، نتحدث عن شراكة حقيقية وتوافق سياسي. إذا اعتمدنا هذه الشراكة والتوافق واعتمدنا على بنود الدستور التي وللأسف قد تم إيقاف موادها خلال الحكومات المتعاقبة منذ 2005 وإلى حكومة السابقة، ولكن نحن متفائلون ونحن لدينا قناعة تامة بأن الاعتماد على الدستور والتوافق واعتماد الشراكة وليس المشاركة، لأن المشاركة هي لابد أن تستند على شراكة حقيقية في إصدار القرار السياسي العراقي سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. لذا نحن لدينا قناعة بأن اليوم من الضروري التوافق والوصول إلى حلول، والشراكة هي ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار وتحقيق الدولة المواطنة ودولة القانون في العراق الحديث. ولكن نتيجة الاستفتاء يا دكتور، هل ذهبت بلا رجعة أم ربما تعود؟ كما تعلم اليوم نحن نتحدث عن وضع جديد، ونحن ننتظر ما سوف تؤال إليه الأحداث وما تؤال إليه سياسة السيد الكاظمي. ونحن أيضا كذلك تعلم يعني الحكومة اليوم هي على تواصل مع الحكومة، ولدينا قناعة تامة بأن اليوم لابد من الاتفاق مع حكومة بغداد كما قلت لنصل إلى شراكة حقيقية. إذن يا دكتور أنت تقول لنا ما بين السطور يعني إن إذا ما وصلنا لاتفاق مرضي مع حكومة السيد الكاظمي يحمي حقوق الإقليم، إذن لن نعيد سيرة هذا الانفصال، أما إذا لم نصل فسنخرج هذا التجميد من حالته وسنجعله نافذا، هذا ما تعني؟ هذه يعني مثل هذا القرار هو يعتمد على يعني القيادة السياسية، تعتمد على البيئة السياسية، تعتمد على الأحداث القادمة، تعتمد على مجموعة من العوامل. هذا ليس قرارا بيدي أستطيع الآن أن أقرره أو أن أتباحث فيه. هذه مسألة استراتيجية، مسألة قائمة على كثير من العوامل كما ذكرت. ولكن اليوم أنا أتحدث باسم الحكومة، حكومة الإقليم. نحن اليوم على تواصل ولدينا قناعة بأننا يمكن سوية مع بغداد أن نبني شراكة حقيقية ودولة وحكومة وطنية
من الممكن أن نحل جميع المشاكل العالقة بين الطرفين.